إذا مشاهدي شوف تيفي، تحية طيبة جميع المتتبعين والمتتبعات. كنحييكم مدينة وجدة، ملعب الروك، ملعب الريغبي طبيعة الحال. إذا كما كتشوفوا توافد جماهير ديال مولودية وجدة على شبابيك التذاكر لمباراة الغد، يعني المباراة التي ستحسم فوز الوداد الرياضي كبطل للمغرب، وكذلك مباراة مصيرية ل فريق مولودية وجدة اللي خصو يجيب 3 بوان باش انه يقدر كما كنقولوا حنايا يتصوفى من السقوط. غدا كاين واحد السيناريو، كاين جوج تاع السيناريوهات، اما مولودية وجدة خصها تربح ب 3 بوان او وحده تربح باش تبعد على خاطر السقوط، او انه برشيد وسريع واتزم يخسروا ومولودية وجدة تتعادل، غادي تكون يعني الامور مزيانه. ولكن اذا المولوديه غدا خسرات كما كنقولوا حنايا، يعني غادي تكون واحد المشكله، واحد الصدمه كبيره لجماهير مولوديه وجده، لان باقيه مقابله واحده مع شباب المحمديه بطبيعه الحال. اذا نحن على مشارف نهايه البطوله الاحترافيه انوي بطبيعه الحال. فريق مولوديه وجده يعاني كذلك، أظن أن غادي يكون توافد كبير لجماهير الودادية الوفية لفريقها بطبيعة الحال. غدا غادي نشوفوا واحد المباراة اللي قوية، مباراة اللي غادي يكون البطل ديالها بطبيعة الحال هو الجمهور، جمهوري بريكاد وجدة وجمهوري الجمهور ديال يعني الوداد الرياضي بطبيعة الحال الذي يرافق فريقه يعني اينما حل وارتحل، وكذلك جمهور بريكاد وجده اللي الجماهير الوجديه اللي تهي دائما مسانده للجمهور ديال للفريق ديالها بطبيعه الحال. والبارح كانت يعني لقطه على القناه الثانيه بطبيعه الحال، واللي اول مره تشيد بالجماهير الوجديه التي رغم سوء النتائج يعني كانت متابعه الفريق ديالها بطبيعه الحال وكتشجعوا بقوه. اذا تحيه خاصه لجماهير بريكاد وجده وكذلك جماهير الوجديه بطبيعه الحال اللي دائما مساندين الفريق ديالهم، واللي غادي ان شاء الله يكونوا هما غدا لاعب رقم 12 باسم مولودية وجده. بالنسبه للجمهور ديال الوداد الرياضي حتى غادي يكونوا يعني غدا غادي يكونوا جوج فراقي اللي فيهم 12 اللاعب 12 اللي هو الجمهور ديال مولودية وجدة، واللاعب 12 ديال الوداد اللي هو الجمهور ديال الوداد الرياضي بطبيعة الحال. إذا حنا كنتمناو الخير. عجبني واحد المشجع ودادي قبيلات قال لي غادي إن شاء الله نديو البطولة، وكنتمناو أنه يكون تعادل باش المولودية تصوفا وفريق اللي يستاهل أنه يكون يعني في القسم الأول بطبيعة الحال. إذا كنتمناو الخير. إذا كما كتشوفوا توافد الناس على شبابيك التذاكر، حنا اختارينا هذه النقطة ديال البيع لأنها يعني رغم الشمس وهذه لما سمعنا أنه بيعت 700 تذكرة، 700، وغادي العدد يزيد بطبيعة الحال. غادي يعني اليوم كنشوفوا توافد ديال الجماهير بالعشية، غدا في الصباح قبل الماتش كذلك كما كتشوفوا، يعني حنا جالسين والناس كتجي كتشري لي تيكي ديال المقابله بطبيعه الحال. كما كتشوفوا الناس كتجيب السيارات ديالها، كتجيب لي موطور اللي جاي على رجليه، يعني كلشي جاي كيقطع التذاكر. يعني كان اقبال على التذاكر مباراه الغد بطبيعه الحال. الناس كتمشي وكتجي كتمشي وكتجي، الطاكسيات كيوقفوا كيهبطوا الناس كيشريو التذاكر كيمشيو عاوتاني، وكل واحد كيجي راه كيجي كياخذ شي غير تذكره واحده، كاين اللي كياخذ 10، كاين اللي كياخذ. كما كتشوفوا التوافد يعني زاد الجماهير تتوافد على شباك التذاكر. كما كتشوفوا معنا ها هما زوج اخرين جاو عاد وصلوا عند الصديق ديالهم، كاين دراري اخرين جايين من هي عاوتاني. إذا الجماهير الوجدية تتوافد.
كاين بعض الجماهير تاع الوداد الرياضي اللي وصلت لجدة، خصنا نشوفوا غير النقاط ديال البيع اللي مشاو لهم باش نمشيو عاوتاني تما نصوروا تما نشوفوا الاجواء كي دايره بطبيعه الحال. اذا الجماهير تتوافد كما كتشوفوا معنا السيارات، الجمهور ديال مولودية وجدة يتوافد بكثرة في هاد اللحظات. هادو كتشوفوا معنا جماهير أخرى من جهة أخرى جاية عاوتاني، جايين يقطعوا لي تيكي ديالهم. إذا كنتمناو التوفيق لفريق مولودية وجدة بطبيعة الحال في هاد المباراة المصيرية، هي حقا المصيرية. غدا إما أن تكون مولودية وجدة في القسم الأول أو لا تكون إلى القسم الثاني بطبيعة الحال. نشوفوا التوافد ديال الجماهير في هذه اللحظة، توافد كبير صراحة. كاين جمهور اذا مجموعة ديال الجماهير دايرين شعار ديال قطع الورقة او شجع الفرقة. هما عاد يجيو الناس شوف. اذا توافد كبير للجماهير الجديدة بطبيعة الحال في هاد اللحظات كما كتشوفوا معنا. يعني بداية الوقوف ديالنا هنايا كما كتشوفوا معنا يعني الجمهور يتوافد. من شبابيك التذاكر السيارات تتوافد كما كتشوفوا معنا، موتورات ناس العلاج ليهم. هذاك تعجيش هذاك يعني. اذا تحيه طيبه لنا عودة في بث مباشر اخر، نتبعوا عاوتاني الاجواء في نواصل المقابله ديال مولودية وجدة والوداد الرياضي في بيع التذاكر بطبيعة الحال. اذا نخليكم، كنتم معنا هنا من الملعب، نقولوا ملعب الروك او الريكبي او البلدي بطبيعة الحال يعني ديال الريكبي. اذا تحية طيبة لنا عودة ان شاء الله.